السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون. باش نختموا سهرتنا تاع اليوم 2 ديسمبر، وبما أن الشعب الجزائري عبقري يعرف كيفاش يرد المأساة إلى ضحك ويضحك على روحه باش يخفف من القنطة ويخفف من الزعاف اللي راهو عايش فيه، نعطي نهديلكم هذا الفيديو تاع الشرشبون، ومع التوضيح مرة أخرى أنه هذا فيديو مفبرك سمعته، ولكن يعبر على حاجة تاع الصاع، أنه شرشبون تاع بيخو. هاي فرجة طيبة مع الشرشبون، الأسئلة صحيحة، اللقاء صحيح، فقط المونتاج اللي داروه الإخوان اللي داروه الله يسامحهم على كل حال داروه باش يضحكوا، وبما أننا نحن نضحكوا على رواحنا كجزائريين نضحكوا على شكون؟ على الكلون الكبير رئيس الجمهورية طرطور المرادية. هذايا هو بعد باغي الناس تضحك عليه. اضحكوا مليح، تصبحوا على خير، ربي يقدر الخير لبلادنا، ما تنساوهاش هذه، وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. كان هناك حديث عن أن إسرائيل تبني أو تنوي بناء قاعدة لصناعة طائرات سيارة، طائرات مسيرة درون انتحارية سويسيدار في المغرب، يعني هل هذا الموضوع يقلق الجزائر؟ ما يقلق ما حتى شيء، وهذا شيء جديد قديم جبا دو جوردوي صادير. السيد رئيس التراث بين الجزائر والمغرب شهدت ما يسمى بوساطة من بعض الدول وبعض الشخصيات البارزة، ما تعليقكم على هذه الوساطة؟ ما نقبل حتى وساطة، قبلنا حتى وسط. ووزير الخارجية لما مشى للاجتماع تاع رؤساء الخارجية تاع الجامعة العربية، كم ترأسها إنسان طيب جدا ونحترموه، وزير الخارجية الكويتي، في البداية قال هذه النقطة لا تدرج في جدول الأعمال، أو ما تساويش بين الجلاد والضحية، بالمعتدي والمعتدى عليه. احنا ما نشغلتين، احنا كان رد فعل